بعد عم تابعين معكم مشاهدينا بلقاءاتنا لليوم مع منصور مروان الرحباني المخرج. طبعا رح نطلع على مجموعه من اعماله جداد، خاصه سلام لجيشنا العظيم، هذا العمل اللي ادته وغنته الين لحو طبعا من كلمات وتوزيع غادي الرحباني، وشارك بالعمل تمثيلا توني عيسى. صباح الخير منصور. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال. يعني اعمال متعدده تعودنا يعني على بيك، هيك تعودنا دائما تفاجئونا باعمال جديده باكثر من محل. انت رحت للاخراج، اخراج كليبات يعني تحديدا، كان بعالم الدعايات او الكليبات الغنائيه. خلينا نقول بدايه لتعمل عمل اخراجي لكليب محدد، قديش بتفتش عن الكلمه واللحن؟ قديش بتفتش على عده عناصر بتجمعهم لحتى يكون عندك رؤيه معينه؟ لأقول لك شغله، هلا اليوم مش دائما بنفتش او بنسقي بالغنيه على الكليب. اليوم بيجيك غنيه واخر النهار بتركب قصه على الغنيه اللي عندك اياها موجوده. نعم، يعني مش ضروري يكون في علاقه بين اللحن وبين الكلمات وبين والموضوع المطروح. لا لا، دائما اكيد اذا في علاقه بيكون احسن، بس يعني شطاره المخرج اليوم يعمل قصه يخلق علاقه تكون لها علاقه بالغنيه المكتوبه بالكلمات. نعم، سلام لجيشنا العظيم، يعني بمناسبه عيد الاستقلال طبعا كتبت ولحنت ووزعت هيدي الاغنيه اللي ادتها مثل ما ذكرت الين لحود، سمعناها كثير على المحطات الاذاعيه، شفناها يعني كمان شوي بشكل خجول يعني بالفتره الاخيره ككليب على التلفزيونات. كيف تم العمل؟ كيف بلش التعاون؟ بما انه التوزيع والكلمات لغادي الرحباني، كيف تم التعاون بيناتكم بهذا المجال؟ هلا هي بلشت القصه مع الين، كانت عم تغني باحدى الحفلات وكان موجود الجنرال انطوان عزار مديريه التوجيه، وجه له تحيه. طلب قال لها ليش ما بتعملي شيء لعيد الاستقلال؟ هلا ثابت كنت انا بنفس السهره كمان، عرفتني الين على الجنرال ودغري ثاني نهار حكيت انا مروان قلت له بدنا لحن. لك شو سريعين يعني دغري دغري بنت لانه الجنرال قال ما في وقت، قلنا له اوكي. حكيت انا مروان امر عسكري بيجي. يعني اجاكم خلص امر عسكري منفذ. بقى مروان بين انشغاله وكذا صرنا نتابع معه يوميا، وبعثنا اللحن، حكينا مع غادي كتب كلمات وفعلا بسرعه غريبه، وزع سجلنا وصورنا. إلى نكهة تانية العمل بأغنية وطنية، أغنية للجيش اللبناني، بتحمل نكهة تانية، بتحمل طعم تاني يعني غير لما نكون عم نخرج أو نكتب أو نعمل توزيع لأغنية، خليني أقول من بأي سياق كانت، يعني أغنية بتحكي عن جمال، بتحكي عن غزل وإلى آخره، في طعم تاني ونكهة تانية للأغنية الوطنية؟ كل موضوع له نكهة معينة، يعني. يعني اليوم من موضوع الإنساني ولموضوع الجيش اللي هو اليوم موضوع أو كيف بدنا نقول اللي هو حديث البلد 100%. اخر النهار اليوم الجيش عايز دعم الشعب. نحن عملنا قصه او شيء، القصه بتحكي عن عسكري بيستشهد باحدى المعارك وبنته بصير عندها الالهام بتفوت على الجيش من ورا بيها. هلا هي فكره اكيد لانه فاتت عن غيور البحر، واخر النهار غيور البحر ما في بنات ما في بنات، صحيح. بس هي الفكره انه كل الناس الجيش، يعني اليوم الين مغنيه الغنيه مثلت دور مغوار، مين ما كان عسكري يعني كلنا عم ندعم الجيش قد ما فينا. نعم، قديش فعلا المفروض اليوم دعم الجيش اللبناني من خلال الغنية من خلال الكلمة، قديش الوطنية فيها تكون على أكثر من صعيد؟ اليوم مثل ما عم بقول، يعني اليوم كل الناس لازم تدعم الجيش وعايزين دعمنا، بل الأوضاع اللي عم بتصير يعني الله يساعدهم والله يقويهم. صحيح، الله يقويهم، يعني وين ما كان، يعني باي ظرف دائما الجيش اللبناني موجود. يعني بنشوف نحن بالاعياد مثلا، الاعياد اللي نحن بنكون رايحين لنكزدر لنظهر لننبسط، بنشوف الجيش واقف على الحاجز عم بيامن امننا عم بيحمينا. مزبوط. فهون ما فيك لما تقدم لهم تحيه، يعني بغض النظر في ناس يمكن بتقول انه في تقصير وما في تقصير والى اخره وهذا جدل، انما مجرد وقوفه لهذا الزلمه بفتره انت مفروض تكون فيها معطل، المفروض تكون فيها عم بتكزدر، فهون هيدي بحد ذاته انجاز. منصور، كيف بلشت الفكره؟ يعني كيف حطيت الناس، كيف حطيت القصه لهذا الكليب؟ هلا نحن اول شيء صراحه ناطرنا كلمات الغنيه، هلا حكينا بكم شغله، فكرنا بكم فكره، بس اخر النهار ناطرين الكلمات الغنيه. ثابت كنت سمعت الغنيه انا وحطيت كم فكره ورجعت قعدت انا والين، كمان اعطتني افكار فظيعه، بقى ركبني هون طلعت معنا هالقصه اللي هي كثير بسيطه.
بس انه فيها رساله. نعم، خلينا نشوف هذه القصه البسيطه واللي بتحمل رساله مثل ما قلت. سلام دجاجنا العظيم من كلمات وتوزيع غدي الرحباني، الحان طبعا مروان الرحباني، واخراجك انت طوني عيسى، شارك بالتمثيل وغناء واداء الين لحود. بنتابع نحن وياك الكليب. وطني يا جيش بلادي الصامت، وطني يا ملعب الجمال، عالنشيد بتلتقي السواعد، انت الارز المزروعة ابطال، انت الواقف بزوايا الاربع حتى تصون وتحمي من العدوان، بإيديك القوية عم ترفع مجد بلادي واسمك يا لبنان. يا بلادي صار وقت التحرير والعالم عفوة بالتغيير، وعد علينا نفدي التراب بلادي، في ايدينا نغير المصير. يا بلادي صار وقت التحرير والعالم عفوة بالتغيير، وعد علينا Thank you.
طبعا سلام لجيشنا العظيم، سلام للابطال اللي موجودين واللي عم بيحمونا مثل ما قلنا منصور. العمل تقنيا، خلينا نحكي شويه تقنيات اجمالا. لما عم نشوف غنيه وطنيه او خاصه غنيه للجيش اللبناني، بنشوف استعراض عسكري كان بالدبابات او بالطيران او حتى يعني مارش استعراض مشي، بنشوفهم موجودين عم بيتنقلوا والغنيه راكبه على هيدي الصوره. انت انتقلت لمحل ثاني. ايه لقلك شغله هلا، اليوم ما استغلينا الفرصة انه الجيش قالوا لنا تقريبا بدكم اياه فيكم تستعملوه، ما استغليت الفرصة وقلت يلا هيك اعطيني جيش شوية هليكوبتر من هون، اعطيني الدبابتين من هون. لا بالعكس، كان عندنا قصة والقصص اللي لازم تكون بالقصة حطيناها، ما جبنا قصص زيادة وبس تنعرض عضلات يعني. وهذا الشيء الأهم يعني، لأنه عم نشوف قصة مش عم نشوف استعراض عسكري، وعم نشوف كلمات يعني مركبة على هذا الاستعراض. خلينا نحكي عن استعمالك لكثير من الوسائل، يعني كنت عم تقول لي إنه الطيارات هي مش سيارات، أنت ركبت الموضوع، خبرنا كيف بتتم هذه الموضوع. مزبوط. هلا نحن مشكلتك اليوم كان في عنا وقت ضيق كثير، يعني لقيت أنا بمحلات إنه بالعكس مع الكونفوا فينا نزيد هالهليكوبترات اللي بيعطوا شيء مهضوم، بالتمارين ببين شوية انفجارات شوية دخنة بعد زدناهم بالجرافيكس. اخذونا يعني ليلة شغل، مشكلتك هالقصص بدهم وقت اكثر، بس بتعرف دقيقة وقت ونحن تاخرنا لنصور. صحيح. وانا نسلم قبل عيد الاستقلال، سو بس كتر خير الله طلعت نتيجة، والشباب اللي اشتغلوا بجنوا. قد ايه اخذ التصوير معكم؟ قد ايش بقيتوا عم تصوروا؟ صورنا يومين بعمشيت بفوج مغوير البحر، بوجه لهم تحية، بوجه تحية للعقيد عبد الكريم الهاشم والمقدم جوني عقل اللي فعلا كانوا اكثر من متساهلين معنا. منصور خلينا نحكي شوي عن الجنريك فان، يعني اللي شفناه لعبه العسكر، هيدي اللعبه اللي كلنا لعبنا فيها بوقت من الاوقات، قديش هيدي اشتغلت عليها؟ كيف كانت الفكره؟ كيف خطرت على بالك الفكره؟ الفكره هي اول شيء كنا بنحطها بالصفيون انت يعني؟ صدقني لا، هي المشكله لا، مع انه كثير بحبهم بعدين لليوم، برمت لبنان لقيت منه. الفكرة هي كنت كمان انا وقالين قلت لها كنا قاعدين عم تحط افكار، قلت لها قالين ليه ما بنستعمل شي محل العسكر الصغار لهيدا، قلت لها هو اكثر شي انا بحبه يعني، هو طفولتنا على العسكر الصغير بقى، قالت لي انه ليش ما نحطهم شي محل بالقصة، قلت لها لا عندي فكرة احسن رح اعملهم بجنيريك، وعملنا هالفكرة ستوب موشن. وكل الناس بتعرفهم يعني، اجيال بيطلع على اللعبه بعدهم لهلا بعتقد عم ياخذوا اشكال جديده، هلا صارت اشكال ما حبيناهم كثير، بطلنا مثل ما بنعرفهم بالطريقه اللي على اقدم. بس لا كمان جنريك انا برايي طلع كثير مهضوم يعني، انا ما حدا مفكر فيها بعد. واخذتني التصوير اكثر ما اخذ الكليب يعني، تتحرك واحد واحد يعني. صحيح مشكلة، بس حلوين يعني بالنهاية لو طلع عمل حلو. منصور قديش التعاون بينك وبين ألين، بينك وبين غادي مروان، يعني قديش لما تكون السلة متكاملة العمل متكامل بيكون العمل يعني نسبة النجاح له أكبر؟ ليك أكيد هلا اليوم أساسا وقت يعني مروان وغادي تعلمت منهم، خبز النار من أنا وصغير وتعلمت منهم بالمسرح. نعم. ألين اول شيء من اهم اصوات يمكن موجوده اليوم. نعم. وتمثيليا اكيد كمان. صحيح. وبعدين درس اخراج، يعني اليوم بتهين شغل المخرج، يعني بتعرف قدام الكاميرا مثل ما بتعرف ورا الكاميرا، وهذا شيء كثير مهم يعني. اكيد. وبتجي محضره يعني عارفه شو عندها، بقى هيدي اول شيء بتجي على الوقت. اكيد اكيد. منصور قديش فيها مسؤوليه يعني عم تتعامل مع غادي، عم تتعامل مع مروان، لان صحيح اهليه بمحليه بس من هي اسماء يعني، غادي ومروان اسماء جدا كبيره وموجوده وعندها اعمال اللي نجحت كثير، قديش هذا الشيء بيحملك مسؤوليه؟ طبعا يعني طوني عيسى وقالين لحوت كمان، قالين اللي عندها تجربتها اللي كمان حبيناها من خلال كان مسرح الرحابني او باعمال ثانيه، قديش بتحمل مسؤوليه وانت بين هيدي الدول؟ بقول لك اول شيء عن مروان وغادي، بخاف اشتغل معهم اكثر من بخاف اشتغل مع حالة حدا تاني. يعني معهم في رهبه شغل اكثر من الكل، لانه الغلط ممنوع، يمكن ممنوع الغلط. ودائما بيقولوا لك يعطيك العافيه، يعني ما بحياتهم في هال يعني، بخلوك دائما تشد وتعمل اكثر. الين وطوني اكيد يعني مثل ما قلت بيسهلوا لك شغلك، وعم تشتغل مع ناس بروفيشنال. انا تعرفت عليهم بالمسرح وأوريدي يعني أخذوا دور يعني أدوار بطولة بالمسرح، واشتغلوا مع مروان قبل ولا عم يشتغلوا معي، وشغلة كثير حلوة. قديش بيعطيك ملاحظات مروان يعني بيك تحديدا، شو بيقول لك يعني غير الله يقويك يعني، هيدي فهمنا مروان دائما عنده بيعطي ملاحظات، وهلا بيقول لي أنت بتسمع يا ما بتسمع آخرة النهار يعني، وأنا تعلمت منه كثير، وهذا مش أول عمل بيشتغلوا عمله يعني ملحنه مروان
في دعني اسمع صوتك، كان ملحنوا مروان وموزعوا غدي وكاتبوا منصور رحماني الله يرحمه. كمان نفس الرهبه، وانا قلت انه هلا اعطيني عمل وكذا بتكون اهين، بس لا مثل العالم دائما يعني نفس التجربه بيحضروا الكليب وبتنطر انت الرياكسيون تبعهم يعني اكيد شوي. بس لا كتر خير الله، كانت اكثر من ايجابيه. بفهمك يعني الله يعينك، بعتقد بفهمك كثير بهذا الاطار. منصور خلينا نحكي عن جديدك، شو عم تحضر شيء جديد لقدام؟ هلا في كذا شغله جديده بنحضر، بس بحب يعني بفضل احكيهم بوقتها لانه بتعرف شو ما بتعرف شو بيصير يعني. صحيح. عم بحب اقعد واقول انه خاصه نحن بلبنان بنعرف الظروف وين بتخلنا بين لحظه وثانيه لسوء الحظ. بس في جديد وفي تحضيرات جديده. في هلا في دعايه بدها تنزل لجمعيه اسمها شيلد ووك وذ اس. هالدعايه كانت مع 15 سيلبرتي من البلد. كل واحد قال جمله. هذه جمعيه بتساعد الناس مكرسحه انه تحول الاعاقه لطاقه. والله يقويهم كمان عم يعملوا شغل كثير حلو، والدعايه بتنزل قريبا فيها 15 سيلبرتي من كذا سيكتور، كذا مجال، يمكن كذا مجال بي يعني بدومين المشاهير بالبلد خلينا نقول. مزبوط. بكل احوال منصور نحن بانتظار هيدي الدعايه، بانتظار كل جديد بتقدمه كان اخراجا او بركي كمان بنشوفك بالمستقبل بمحل ثاني غير الاخراج، او معودين عليكم تنقلوا بين الكتابه والتوزيع. انا هلا على الاخراج، ان شاء الله خير، كل التوفيق لك منصور مروان الرحباني، شكرا لهذا العمل الحلو وسلام لجيشنا العظيم، شكرا لكل الاعمال اللي عم تقدموها، شكرا مروان. ميرسي. مشاهدينا بعدنا متابعين سوا الفقره التاليه احوال الصرف.